ليلتكم سعيدة. من كام يوم كده توفى أستاذنا العالم الجليل المفكر الدكتور حسن حفني. ذكرنا أحد أصدقائنا وزملائنا ببعض الوقائع دي اللي كانت بتحصل في محاضرته في مادة الفكر المعاصر، وإزاي كان أستاذنا حريص على إنه يعلم شوية العيال اللي لسه داخل الجامعة دي إزاي يكون عندهم تجرد لما يدرسوا فكرة ما، ويكون عندهم حياد وموضوعية خصوصاً في الأمور اللي خاصة بدراسة مواد فلسفية بعيدة قوي قوي عن قناعاتنا الشخصية، إزاي تبقى متجرد ومحايد وموضوعي عشان فعلاً يكون عندك رأي حقيقي تقدر تكونه يكون هو ده رأيك ووجهة نظرك. وللمفارقة، تزامن وفاة دكتور حسن حفني مع حالة السيولة اللي كانت حاصلة الأسبوع اللي فات بسبب فيلم ريش. والحقيقة أنا مش هكلم حضراتكم عن فيلم ريش لأني ما شفتوش رغم أن اللينك موجود، لأني زي ما دايماً بقول لكم أنا ضد فكرة الفرجة على حاجة متسربة، حاجة مسروقة نازلة على النت، ده نوع من السرقة أنا ما بفضلوش. ولما هتفرج عليه هيكون رأي فني بحت، يعني هو حسب ذوقي الفني أو مش حسب ذوقي الفني لا أكتر ولا أقل، لكن طبعاً بدعم حرية الفن وحرية الإبداع وحرية احترام الآخر. أنا بسميها كده، حرية احترام الآخر، لأنه احترام الآخر مرتبط بنوع من الحرية، حرية ضد جزء كبير من استعباد ذواتنا لينا، رأيي أنا مش ممكن هقبل رأي حد تاني، فمحتاج نوع من الحرية. وعلى هذا الأساس أنا بحترم جداً اللي اتفرج وقال إنه الفيلم كادراته جميلة وبيقدم لغة سينمائية جديدة، وبحترم جداً اللي اتفرج وقال إن الفيلم خنيق، واللي اتفرج وقال إن الفيلم يعني كان كئيب وبيضايق يعني وبيخنق. لكن أنا مش هكلمكم عن فيلم ريش، أنا هكلمكم عن مسرحية شاهد ما شافش حاجة. مسرحية شاهد ما شافش حاجة للزعيم عادل إمام، في فيها مشهور قوي دايما بنقوله اللي هو قالوله الدليل، قالوله معرفش ايه اللي خلاني طول الاسبوع اللي فات مع وفاة استاذنا وانا بفتكر الحياد والموضوعية مع حالة الاحتراب دي، مفيش حاجة جاية في ذهني غير الدليل قالوله. لما يبقى بعض اعضاء مجلس الشعب بيعملوا استجواب في مجلس الشعب علشان الفيلم، عايزين يبقى فيه استجواب، حكموا وزيرة الثقافة، محامين بيرفعوا قضايا، بعض الإعلاميين بيتكلموا الإساءة لسمعة مصر والحاجات والبتاع، ومواقع إعلامية بتكتبوا صفحات، والمشكلة فينا إحنا الشعب يعني كلنا الناس بتشير وتتبنى وجهات نظر. ما عنديش مشكلة على فكرة يكون دي وجهة نظر أي حد وأحترمها رغم أنها ضد وجهة نظري 180 درجة، وعلى استعداد أني أدافع عن وجهة نظره، بس تبقى وجهة نظره يكون شاف، ما يكونش السند الوحيد قالوله. ثقافة قالوله اللي بقت بتسيطر علينا ثقافة قاتلة، ثقافة ضد أي حاجة ممكن تكون تخلق مجتمع سوي، ثقافة تخليك بلا رأي بلا شخصية، تخليك تابع، ثقافة ضد الحياد وضد الموضوعية، وللأمانة هي ضد الضمير، الجراءة اللي بتخلي أي إنسان يقول رأيه أو يتكلم عن فيلم أو كتاب أو مقال من مجرد عنوان من غير ما يكون أراه أو شافه أو عرفه، ثقافة ضد الضمير، وثقافة قاتلة. اللي قتل فرج فودة ما قراش ولا كلمة من كلمات فرج فودة على الإطلاق، لكن قالوله. اللي حاول يقتل نجيب محفوظ ما قراش أولاد حارتنا، لكن الحكاية كلها إنه قالوله. ثقافة قالوله ثقافة ضد معركة الوعي اللي البلد بتقودها دلوقتي، البلد مهتمة والإرادة والإدارة السياسية إنه يكون في وعي عبر الإعلام، وعي عبر الفن، وعي وتوعية. لسه الرئيس النهاردة بتكلم في مؤتمر المياه عن الوعي علشان ترشيد استهلاك المياه، الوعي اللي الدولة مهتمة بيه. أكيد الوعي ده ملوش أي علاقة بثقافة قالوله، وأكيد مش ممكن ثقافة قالوله تبني مصر الجديدة. وعلى ذكر مصر بقى، حدوتة الإساءة لسمعة مصر الحقيقة إنها فيها إساءة. يعني إيه إساءة لسمعة مصر؟ دي مصر، يعني إيه الإساءة لسمعة مصر؟ إيه اللي يسيء لسمعة مصر؟ الفقر مش عيب، العيب إنك ما تحاربوش. والحقيقة إحنا مش بس بنحاربه، ده إحنا بنضربه في مقتل وبسرعة وفي فترة زمنية محددة بمصاريف كبيرة جداً، يعني بتستهلك قدرات مصر في وقت من سنين طويلة محدش بص للفقر في مصر، محدش اهتم إنه يعمل ده.
45% من سكان العالم فقراء، وأغنى دول العالم في بعض منها نسبة الفقر فيها أعلى من مصر. وعشان أرجع لموضوع الحياد والموضوعية، محددات الفقر بتحددها آليات معروفة، جهات معينة، داتا بتبعتها الدول، البنك الدولي، أجهزة معينة بتحدد فبتقول نسبة الفقر في البلد الفلانية كذا. السينما مش منهم على فكرة، السينما مش من محددات الفقر، السينما عبارة عن فكرة ورؤية تخص صناعها، الكام واحد اللي عملوها، مش المئة مليون. شاف شريحة، فكرة، قضية، ظاهرة، حاجة في الماضي، حاجة في التاريخ، فانتازيا، حاجة للمستقبل، فكر وعمل وأبدع. المجموعة عملت إبداع، حضرتك بتشوفه يعجبك ما يعجبكش، تكون عنه رأي، تشوف ده وتشوف ده وتشوف ده، والتجميعة دي هي اللي بتخلق الوجدان، عشان كده سموها القوى الناعمة. لو تفتكروا حضراتكم من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، فيلم دعاء الكروان، فيلم الزوجة التانية، فيلم الحرام، أفلام كلها كانت بتتكلم على الفقر، بس مش هي دي قصتي. بتتكلم قد إيه الفلاح المطحون. خليني أخد نموذج لفيلم الحرام، الفلاح المطحون اللي عيانه بيموت وبيرمي نفسه على عربية الترحيلة علشان يروح يشتغل بياخد قوت يومه بس يجيب عيش ناشف وملح علشان ياكل، فهو عيان، فمراته بتروح بداله وبتتعرض لقهر وظلم وحاجة مؤلمة جدا. واحد من أفضل يعني هو الخامس تقريبا في أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، أنتجه وأخرجه بركات. محدش قال وقتها، والفيلم اتعمل سنة 65، إن الفيلم ده إساءة لثورة 23 يوليو. لا خالص إطلاقا. الفيلم اتعمل سنة 65 بعد الثورة ما كانت استقرت وقضت على الإقطاع وعملت إصلاح زراعي، والفلاح بقاله شنة ورنة وبقاله قيمة وبقى عنده أرض. لكن بعد سنين اتقال الفيلم ده بروز قد إيه ثورة يوليو عملت علشان الفلاح. هو ده دور الفن. لكن الطنطنة بالإساءة لسمعة مصر الحقيقة بيحرج جهات. اضطر مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة أن يقول إحنا بندعم حرية الرأي وبندعم حرية الإبداع وحرية الفن، وضد فكرة أن هذا العمل يسيء إلى سمعة مصر. بيمنع الرقابة، بيخليها مهزوزة وخايفة، بيمنع المبدعين أن هم يفكروا. وعشان برضو نقول بالأرقام وبالدلالات، مفيش فيلم بيطلع إلا إذا أجازته الرقابة، رقابة الدولة اللي الدولة عاملة لها محددات. ومفيش فيلم بيسافر المهرجان باخده على إيدي كده واطلع أي مهرجان، عن طريق أجهزة الدولة. أرجوكم لا تتبنوا ثقافة ألولو، كون رأيك بنفسك، فكر بنفسك، حط محدداتك بنفسك، عشان بعد كده لما تسمع أي حاجة تبقى حاجة إضافية توافق عليها، تعجبك ما تعجبكش، لكن مش ممكن تكون هي المصدر الأساسي لتجميع معلوماتك وتكوين وجهة نظرك وفكرتك في الحياة. مش ممكن أبدا تكون ألولو. النهاردة عندنا إيه؟ النهاردة عندنا من المنيا، البلد اللي طلعت دميانة نصار، الوش الفرعوني والقلب والوجدان والإرادة اللي معجونة بطمي النيل، نفس البلد محافظة المنيا. عندنا منها شاب عبقري عنده 24 سنة تقريبا، حاصل على الدكتوراه الفخرية في الاختراعات وفي البحث العلمي والتكنولوجيا، بيعمل اختراعات هدفه الأساسي منها تسهيل حياة البشر، تسهيل حياة البشر. حاصل على أنه واحد من أفضل 100 شخصية عربية في مجال الاختراع، عمل عنده شهادة تقدير وكتير من التكريمات. المحددات اللي خلت هذا الشاب يعمل ده: الإبداع، التفكير، إعمال العقل، ما فيهمش خالص ألولو. أنطونيوس مجدي بعد أخبارنا بعد الفصل.